عايزين نلقي نظرة على السينما الفلسطينية من خلال فيلم عمر إنتاج 2013. وفيلم عمر هو فيلم بيتكلم عن معاناة فلسطينيين الداخل. عمر هو شاب بسيط زي أي شاب في سنه، بيشتغل في فرن وبيحاول يحوش علشان يجيب بيت علشان يتجوز فيه البنت اللي بيحبها اللي هي نادية. نادية واحدة بتكمل تعليمها وبتشتغل بالليل في محل خياطة، وكل أحلامها في الدنيا إن هي تلف العالم كله وتقضي شهر عسلها في باريس. أحلام بسيطة جدا لأي شابين في سنهم، ولكن ذنبهم إنهم اتولدوا من فلسطينيين الداخل. حياتهم كلها عباره عن معاناه، عشان يتنقلوا من نقطه لنقطه في نفس البلد اللي هم عايشين فيها مضطرين ان هم يا اما يعدوا معابر زحمه جدا، يا اما ينطوا من فوق سور طويل جدا بطريقه غير شرعيه لو قفشتهم جنود الاحتلال هتبدا تنكل بيهم. وده اللي بيحصل فعلا في احدى المشاهد، لما جنود الاحتلال بتشوف عمر وهو بينط من فوق السور وبيبداوا بقى بلغتنا يتسالوا عليه، طب انت كنت رايح فين؟ طب انت جاي منين؟ طب اقفل لنا على الصخره اللي هناك دي لحد ما نشوف حكايتك. ولما بيزهق وبيبدا ان هو يروح يحاول يقاومهم، يبقى النتيجه ان هم ضربوه يقولوا له طب اقف بقى المره دي على الصخره بس برجل واحده بس مش برجلين. عمر على الجانب الاخر بيحاول مع احدى اصدقائه اللي هو يبقى اخو ناديه انهم يتدربوا تبع احدى كتائب المقاومه لتنفيذ عمليه ضد جنود الاحتلال. عمر طبعا لما بيتعرض لموقف التنكيل ده بيقرر ان هو يعجل بالعمليه وينفذها النهارده، ولما صاحبه بيقول له انت مستعجل على ايه؟ يقول له كل يوم تاخير هو يوم زياده في عمر الاحتلال. وفعلا بينفذوا العمليه والعمليه بتنجح، ولكن بيتم الوشاية بيهم.